السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة بنتكلم في حلقة جديدة من كورس نيكسيون. حلقة النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيها عن إزاي إن إحنا نستدعي متغير من شاشة أخرى ونقدر إن إحنا نستخدمه في الشاشة الحالية. بمعنى أنا نفترض عندي شاشتين هنا، بيج زيرو بيج وان، تمام؟ نفترض إن في متغير في بيج وان أنا محتاج أستدعيه في بيج زيرو وأنا في بيج زيرو وأعرضه مثلا على سبيل المثال. وده بنحتاجه دايما لو انت مثلا بتصمم جرافيكال يوزر انترفيس خاصة بماشين، فلما انت تيجي مثلا تظبط السرعة او تعمل سيت بوينت معينة في شاشة اخرى وتيجي ان انت تستدعي السيت بوينت في الشاشة الرئيسية، فهي دي الفكرة. انت عارف القيمة اللي انت ظابطها على كام في شاشة الاعداد او شاشة الضبط، فده على سبيل المثال. هنيجي في الشاشة الاولى، لو انا هنا عملت نمبر طبعا هبدأ ان انا اضيف فونت، نفترض طبعا واخد قيمة افتراضية صفر خلاص كده. والشاشة الرئيسية هحط فيها برضو نمبر هنا، وهعمل هنا بوتون. مفروض ان انا لما اضغط على البوتون ده هيستدعي القيمة اللي في الشاشة التانية يحطها هنا في الشاشة الاولانية. فانا في الشاشة التانية في رقم، انا اخلي الرقم ده يتم تحديده عن طريق ان انا هنا اخليه من الكي، ان هو اقدر اخليه نيوميريك فيقدر يدخل رقم من على لوحة المفاتيح، يصل لوحة مفاتيح ويدخل رقم من عليه. طيب الفكرة هنا ان انت عشان تستدعي متغير من شاشة اخرى لازم المتغير ده يبقى جلوبال، لازم يبقى جلوبال، لازم الفي سكوب تبقى جلوبال خلاص كده. يبقى ده لازم يبقى جلوبال عشان يتم استدعائه في شاشة اخرى، لازم يبقى في اطار عام. تعالى هنا كده لما نضغط الكي وهختار هنا ماشي، خلينا نيوميريك كيبورد، بيقول لي هضيف اخلي ده جلوبال، لازم يبقى جلوبال زي ما قلت لك. كده كده هو جلوبال، احنا لازم نخليه جلوبال سواء هنستخدم الكي او مش هنستخدمه. بيقول لي هضيف حاجات في الخطوط، ماشي مفيش مشكلة. دي الشاشة، شاشة الأرقام اللي هتظهر لما يتضغط على الرقم ده. طيب محتاجين هنا لما نضغط على الرقم ده ايه اللي يحصل بقى علشان يستدعي قيمة متغير في الشاشة الأخرى؟ باختصار علشان تستدعي قيمة متغير في الشاشة الأخرى، فأنا هاجي هنا مثلا لما أضغط على الزرار ده هستدعيها ازاي؟ باختصار هقول له اسم الشاشة الأخرى اللي فيها المتغير، يبقى أقول له بيج 1، لازقه في لازقه في بعضها مفيش مسافات، تمام؟ واقول له دوت. طيب هقول له دوت ايه تاني؟ اسم المتغير والقيمه بتاعته. يعني ايه اسم المتغير؟ اسم المتغير كان اسمه ايه في الشاشه التانيه؟ كان اسمه ان زيرو خلاص. فهاجي هنا هقول له ان زيرو دوت فاليو خلاص كده. يبقى ده اللي انا المفروض اعمله لما اجي استدعي متغير من شاشه اخرى. عايز بقى احطه جوه قيمة المتغير اللي في الشاشة دي اللي هو ان زيرو، بقول له ان زيرو دوت فاليو، وده هو هيعرف ان انا بتكلم عن الشاشة الحالية ما دام ما ذكرتش رقم الشاشة على الشمال، بيساوي روح هات القيمة اللي في الشاشة الاولانية اللي في المتغير اللي اسمه ان زيرو القيمة بتاعته خلاص كده. تعالى ان احنا نعمل ديباج ونشوف ايه اللي هيحصل. فتحنا اهو في الديباج، طبعا احنا ما عملناش حاجة نروح بيها للشاشة التانية، فهعمل مثلا هنا تمام، واجي هنا مثلا على سبيل المثال لما يضغط عليه يروح لبيج 1، لازم هنا مسافة بقى. وهنا لما يضغط عليه سميه مثلا انا هنا نيكست، اهو دخلني على الشاشة التانية، باك رجعني الشاشة الاولانية. طيب لما اجي اضغط هنا على الرقم ده واعمل بليت واجي مثلا اقول له 75، رقم 75، يبقى ده اتحط فيه قيمة 75. قلت له باك وقلت له هنا ضغطت على النيو تكست اللي هنا، مجرد ما اضغط على النيو تكست ايه اللي حصل؟ خد الرقم اللي موجود في الشاشة التانية. فده التريكاية اللي انت تعملها علشان تاخد اي رقم من اي شاشة تستدعيه في شاشة مختلفة خلاص كده. يبقى انا لو جيت خليت ده مثلا على سبيل المثال 800،
نفس الكلام قلت له باك ونيو تكست، بدأ ياخد ال800 يحطها هنا. فبكده عرفنا في الحلقة دي ازاي ان انت تنسخ متغير تاخد القيمة بتاعته من شاشة مختلفة عن الشاشة اللي انت واقف فيها. ما تنساش تشترك في القناة لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الحلقات الجديدة بتاعتنا، وما تنساش تعمل لايك وشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.